السلام عليكم، والله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. طبقنا اليوم كتير حلو جدا ممتاز للدايت، طبق معمول من الروبيان وتشكيلة كتير حلوة من الخضار، نفس فكرة التاكو. التاكو نستخدم الخبز، هذا استبدلت الخبز بورق الخس وطلع معايا بالشكل الحلو اللي انتم شايفينه الان. طريقته جدا سهلة وبسيطة وطعمه كتير طيب وخفيف ومنعش. اخر الفيديو عندي لكم شوي ملاحظات، لا تنسوا تسمعوها. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وفرجة ممتعة. طبعا يا حبيبي عندي هنا الروبيان، راح تشوفوني كيف عملته بعد ما اخلص من المقادير. هنا عندي جزر مبشور ناعم، شرايح رقيقة من الليمون، بقدونس، طماطم، بصل اخضر، خيار وزيتون، وخس زي كده حجم وسط، حطيت كل ورقتين فوق بعض. الان راح نشوف مع بعض كيف عملت الروبيان ونرجع نكمل. هنا المقلاة اللي سبق وسخنتها شوي على النار، احط نص ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، هي تقريبا يطلع لها 7 ملي ونص. ثم فص الثوم. الثوم مثل ما انتم شايفين بشرته خشن، لانه اذا بشرته ناعم بيحترق معكم بسرعة. ثم نضيف عليها الروبيان، هذا يفضل اننا نخليه زي كده طبقة واحدة. انا ما راح احط ملح وانما راح استخدم شوي من بهارات السمك. طبعا اذا ما عندكم هذه البهارات هي خلطة السمك، حطوا اي نكهة انتم حابين مع الروبيان. بعدين تحريكة زي كده خفيفة، راح استنى عليه حتى يخليني ينضج معي من الناحيتين. بعد ما نضج شوي من الناحيه الثانيه الان احركه. طبعا الروبيان ضروري ما نبالغ كثير بطبخه، لانه بيصير معانا جدا قاسي وكانكم جالسين تاكلون سيليكون. هذا الروبيان صار جاهز عندي، الان احط عليه ملعقه كبيره من الزبادي اللي هو اليوغرت، شوي من الحار اللي هو السيراتشا، مترح بهذه الماركة او على حسب ذوقكم، انا احبه كثير حار. حرك شوي كمان، مثل ما انتم شايفين الزبادي هو اللي بيعطينا هذا الصوص. شوي بقدونس، وقبل ما اطفي عليه النار مباشرة عصرة ليمون، وبكذا الروبيان بيكون صار عندي جاهز. بعد ما شفنا كيف عملنا الروبيان راح نبتدي نطبق الاكلة زي ما تحبوا تسموها. اول شيء احط زي كده شرايط من الخيار، ثم عليهم شوي من الجزر بهذا الشكل. طبعا انا حاطه خستين فوق بعض لحتى وانا اكل يعني اقدر اشيلها زي كده. ثم الطماطم، الخضار يفضل ان انا اقطعها رقيقه كتير، لا تقطعوها سميكه. احط البصل الاخضر، طبعا الكميات مثل دائما زي ما تحبوا. ثم الان شوي من الزيتون، احب احطه بالاسفل بس شرحات صغيرة يعني مو كتير. جبت الان الروبيان وراح احط منه زي كده شوي على هذه السندويشات. انا سمي سندويشات لاني اكلها زي سندويشات، زي فكرة التاكو ولكن يعني معمولة كده بطريقة شوي صحية. هذه هي، ارجع ارش عليها شوي بصل اخضر من فوق، ثم رشة بقدونس بهذا الشكل. جا في بالي احط عليها شوي مايونيز، فراح استخدم هذه اللي هي 50% دهون اقل، يعني راح احتاج حتى اقل من ملعقة، مجرد اني اعمل زي كده خط على هذه السندويشات كده صغير وخلص، يعني لا تكتروا. مثل ما انتم شايفين كمية جدا قليلة وعطتني شكل كتير حلو. مثل ما انتم شايفين اخر شيء حطيت عليها شوي من السيراتشا اللي هو الحر زيادة. خلاص يا حلوين، هذا هو الشكل النهائي للطبق. مثل ما شفتوا طريقته جدا سهلة وبسيطة وطعمه بيطلع كتير حلو، ايضا شكله يعتبر كفاتح شهية جدا ممتاز. انا اكلته كطبق رئيسي لانه انا ما احب الخبز كتير. كيف ناكل هذا الطبق؟ ببساطة زي ما انتم شايفين هنا، نحمله زي لما نحمل التاكو، نمسكه ونعض. فطريقة اكله جدا سهلة، او اذا حبيتم ممكن تاكلوه بالشوكة، الموضوع راجع لكم.
اصلا ممكن تقدموه كصحن مقبلات كبير، يعني تفرشوا الخس وتعملوا عليه باقي الحشوة ايضا ممتاز. اذا حبيتوا تعملونه تاكل عادي اذا كنتم من عشاق الخبز، استبدلوا الخس بدوائر خبز التورتية اللي هو الصغير سواء كان ذرة او العادي، في صوص خاص بالتاكو بتفرشوا شوي منه، ثم تعملون قطع الخس وباقي الخضار بنفس الطريقة، ولكن عوض المايونيز اللايت استخدموا الكريمة الحامضة بتطلع جدا ممتازة. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، مثل ما انتم شايفين طلع عندكم بالشاشة بعض الوصفات اللي سبق ونزلتها، لا تنسوا تشوفوها. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.